مرحبا، اترك رسالة وبعدين بحاكيك. نور وينك انت؟ دقيت لك على موبايلك، ليش ما عم تردي؟ ابوك رح يجيب النتيجة تبعك من المخبر. ألو؟ ألو؟ خالي أنا نور، فيني أحكي مع مصطفى؟ يلا بسرعة. مانو هون. خالي مشان الله كتير ضروري، قولي لمصطفى إنه لا، ما رح خبره بشي، قلت لك لا ترجعي تتصلي فيه. وليه؟ من وين جبتي الموبايل؟ من وين جبتي؟ من وين جبتي؟ والله أنا مالي علاقة. خلصي، مين سألك أنت؟ أنا ما اتصلت، هي اللي اتصلت وقالت لي. خلصي حاج شرعي، اسمعي منيح، أنت مفكرة إنه أنا عم بمزح معك؟ أنا ما قلت لك ما تحاكي؟ اتصلت مشان أقول له إنه أنا منيحة. لك أنا عم منفخ بالطاحون؟ خليه ينساكي أحسن، وأنت كمان انسي، فهمتي؟ وإلا بيموت، قلت لك إياها ألف مرة، لا تزعجي لبلال. أنا قلت له هالشي. قلت لك اخرسي أنت. حضري لي حالك نور، طالعين لأضنا اليوم، اسكندر راح ياخدك، لازم تنسي لمصطفى، بدك تنسي كل شي بيتعلق باسطنبول. وإلا بتعرفي شو بيصير لك. يلا قومي.